so oh, الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام مولاي ما سن الضلال سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة دارها منعوا البتول عن النياحة مذ تنعى اباها ليلها ونهارها قالوا لها قري فقد آذيتنا أنا وقد سلب المصاب قرارها جمعوا على بيت النبي محمد حطبا وأوقدت الضغائن نارها رضوا سليله احمد بالباب حتى انبتوا في صدرها مسمارها عصروا ابنه الهادي الامين واسقطوا منها الجنين واخرجوا كرارها قادوه والزهراء تعدو خلفهم عبراء فليتك تنظر استعبارها سيدي يا فرج الله والعبد سود متنها فاستنصرت والعبد سود متنها فاستنصرت اسفا فليتك تسمع استنصارها فقضيت واثار السياط بجنبها يا ليت عينك عاينت اثارها من ضرب العصا ماضى الحال الهوى لا ضل حيل لما ماتت بغصتها يا ويلي ولا يفيد الويل غسلها علي بيده شيعها ودفنها بليل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله العظيم في كتابه الكريم يوفون بالنذر ويخافون ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نسأل الله لنا ولكم أن يكتبنا من شيعة فاطمة ومن أحبائها وأن يرزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد صادفت هذه الأيام الذكرى السنوية للمرحوم آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رحمه الله عليه ورضوان الله تعالى عليه وغدا يصادف يوم شهاده الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء سلام الله عليها اما السيد الرضا رضوان الله تعالى عليه فقد عرفتموه وعلمتموه جميعا انه كان سيدا عالما فاضلا جليلا خلوقا مؤدبا اجتمعت فيه كل خلال الخير والصفات الحميده وانا يعني اعرفه منذ نعومه اظفاره ومنذ نعومه اظفاره كان يلاحظ عليه انه كان منصرفا الى العلم والتقوى وليس الى شيء اخر كان منصرفا كليا الى العلم وهو صغير والى التقوى ايضا وكان منذ نعومه اظفاره يتخلق باخلاق فاضله يتحلى بالتواضع والادب الجم وحسن المعاشره مضى رضوان الله تعالى عليه غاليا عزيزا وبرحيله فقدنا علما من اعلام الدين من اعلام الاسلام عالما جليلا فاضلا ثلم به في الإسلام ثلمه لا يسدها شيء كما إلى يوم القيامة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وأما عن الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين نحن نعتقد وينبغي على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا جزما قاطعا على ان السيده الاولى في الاسلام هي فاطمه الزهراء سلام الله عليها لماذا للنصوص الوارده في حقها احنا ما عندنا امراه سيده في الاسلام وردت في حقها مثل هذه النصوص الجليله العديده الكثيره في القران وفي الحديث وفي الروايات ما عندنا حقيقه والذي يقول غير ذلك فهو يعاند ويكابر فاولا وفي حديثي المختصر هذا معكم اولا لنتوقف قليلا مع القران الكريم في القران الكريم وردت سور في حق الزهراء او تشير الى الزهراء او تذكر الى تذكر جانبا من حياه الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء منها سوره الكوثر سوره الكوثر فيه إشارة إلى الكوثر، إلى الخير الكثير، إلى فاطمة الزهراء، إلى ذرية رسول الله صلى الله عليه واله، هؤلاء الذين رفعوا ذكر النبي صلى الله عليه واله وأمهم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، محور هذا البيت هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يقول الشاعر وسورة الكوثر اختصت بها شرفاً. وسورة الكوثر اختصت بها شرفا وحسبها سورة تسمو بعلياها. ثم نقرأ ايضا في القرآن الكريم آية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قضية المباهلة ولم يصحب رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه القضية من النساء والحال القرآن يأمره يقول نساءنا ونساءكم لازم يأخذ نساء فلم يصحب في هذه القضية إلا فاطمة الزهراء سلام الله عليها بإجماع ارباب التفسير والسيره والتاريخ ومنها ايضا سوره هل اتى؟ هالسوره العظيمه، السوره الجليله والتي يقول عنها الامام الصادق هي سوره فاطمه الزهراء يسميها سوره فاطمه الزهراء يسموها سوره الدهر ويسموها سوره هل اتى؟ ويسموها سوره الانسان ل وجود هالكلمات الثلاثه في اول ايه منها بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذه السوره لنتوقف عندها دقائق هذه السوره تستعرض الانسان مسيره حياته في البدايه ماذا كان؟ شنو كان؟ كان لا شيء كان نطفه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج يعني مختلطه كان نطفه نطفه قذره كما يقول امير المؤمنين سلام الله عليه في بعض خطبه لكن هذا الانسان في مسيره حياته يصل الى احدى مرحلتين اما انه يكون مثل الملائكه في أخلاقه في دينه في تصرفاته يقوم يشبه علي بن أبي طالب يشبه رسول الله يشبه العترة الطاهرة يتخلق بأخلاقهم يسير على منوالهم فيسمو بنفسه ويعظم ويكبر عند الله وعند الناس يموت ولا زال الناس يترحمون عليه يذكرونه بخير أو والعياذ بالله بالعكس يهبط وينزل هبوطا سحيقا فيصل الى مرحله اجلكم الله الحيوانات بل دون ذلك كما يقول القران الكريم يقول اولئك كالانعام بل هم اضل اضل من الحيوان اشد من الحيوان الحيوان يؤذي الحيوان يعني يحيا من غير أن يؤذي أحد هذا واحد من الحكماء يقول الحيوان إذا جاع يتوحش يتوحش لأنه جاع فإذا أكل شبع خلص يهدى لا يؤذي أحد الإنسان بالعكس الإنسان السيء إذا شبع يتوحش أن يكون جائع مسكين ذليل هادئ لكن من يشبع أن الإنسان لا يطغى رآه استغنى والإمام سلام الله عليه عند كلمات قصار يشير إلى هالمعنى في كلمة من كلماته يقول من ملك استأثر يوم اللي يملك يستأثر لنفسه يدفع الاخرين يظلم الاخرين ويقول في كلمه اخرى له لو ملكت نمله لظلمت هذه النمله تشوفها خلي تملك فتظلم بعض الناس هكذا وبعض الناس هكذا واحد يسمو بنفسه في دينه اخلاقه تقواه تصرفاته ويعلو ويرتفع ويعلو يصير مثل هذول انا ما اقول لك المعصومين والائمه لا الناس اللي نعرفهم وربما عاصرناهم منهم السيد محمد رضا في دينه وفي اخلاقه وفي سلوكه الناس بكوا عليه الملايين الاف من الناس شيعوه ولا زالوا الناس يترحمون عليه لماذا لدينه لاخلاقه لتقواه لتصرفاته سما بنفسه رفع بنفسه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج اوله نطفه بعدين نبتليه يعني نمتحنه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا الى ان يجي يصف اهل الجنه عباد الله الصالحين الاخيار الصلحاء يقول عنهم ذولا كذا 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 ثم يقول من صفاتهم من أخلاقهم يوفون بالنذر إذا نذروا يوفون بنذره النذر عهد بينك وبين الله النذر قول أعطيت لله كلمة عليك أن تفي طيب الله سبحانه وتعالى قضى حاجتك فأنت لازم تفي هذا وعد منك الى الله والمؤمن اذا وعد وفى يوفون بالنذر ويخافون يوما هذا تعبير عن يوم القيامه تعبير تصوير تعبيري عن يوم القيامه يجعل الانسان المؤمن يخشى يخاف يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيره يتطاير الشرر ذاك اليوم طبعا لاعداء الله للظلمه للجائرين للفاسقين مو للكل مو ليس للجميع لان البعض من الناس يقول عنهم القران اولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مو الكل خايف ان شاء الله انا وانت لسنا من الخائفين طيب كان يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا بعد شيء يسوون ويطعمون الطعام على حبه يعني رغم حبهم للطعام رغم حاجتهم للطعام رغم جوعهم لأنهم يوم اللي تصدقوا كانوا صايمين بأبي وأمي القضية معروفة ومذكوره في التفاسير ويذكرها القرطبي في تفسيره بالتفصيل والعجيب من هذا العالم المفسر المشهور لما ياتي الى هذه الايات يريد يفسرها يقول قيل انها نزلت في فلان يذكر واحد من الصحابه ثم يقول مره اخرى يقول وقيل انها نزلت في فلان يذكر واحد من الصحابه بعدين يقول وقد ذكر المفسرون أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين الغريب وين إن هناك إجماع شبه إجماع بين المفسرين أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين الغريب أن القرطبي في تفسيره لما يذكر القضية يذكرها بالتفصيل إذا تحب شوف راجع تفسير القرطبي يذكرها القضية بالتفصيل شلون إجا السائل كيف نذر كيف تمرض الحسنان وكيف ذكر ذلك علي لرسول الله وأن الرسول صلى الله عليه وآله اقترح عليه بالنذر فنذر فصاموا وإلى أن اليتيم وال مسكينه ويتيمه والمسكين واليتيم والاسير واحد واحد منهم يقف على باب علي وفاطمه ويقول شعر والزهراء ترد عليه بشعر واليوم الثاني بالتفصيل يذكر ثم يعلق على الخبر يقول وهذه الروايه كلها من الخزعبلات والاكاذيب الخبر كله يعتبر من الخزعبلات والاكاذيب هذه ماساة ايها الاخوة عندنا، ماساة احنا نحن المسلمين نعاني منها. انه كل ما يتعلق باهل البيت يطعنون فيه. يختلقون فضائل ومناقب لغيرهم لكن لما ياتون الى فضائل ومناقب اهل البيت يكذبها، يزيفها، يحاول ان يمحو كل فضيلة لعترة رسول الله صلى الله عليه وآله. والحال هي واضحه. والرواة اللي يروونها انها نزلت في علي وفاطمه بالعشرات من الصحابه وغير الصحابه هذه وردتنا بطرق عديده. اهل البحث لو ينظرون يبحثون يشوف الطرق العديده اللي وردتنا روايه تفسير سوره هل المهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه يعني رغم حبهم للطعام رغم حاجتهم للطعام لكن يطعموه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ويوم اللي يطعمون يوم اللي يقدمون يوم اللي يتصدقون يعطون صدقه لا يمنون على احد ما يؤذي الفقير لا انما لسان حالهم يقول انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ايات في فاطمه احاديث في فاطمه هل تعرف امراه اخرى نزلت فيها هذه الايات طيب هل سمعت يوماً رسول الله يقول عن امرأة أخرى غير فاطمة يقول من آذاها فقد آذاني ومن أحبها فقد أحبني هل سمعت رسول الله يقول في حق غيرها يا فاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك عائشة تروي سُئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله؟ فقالت فاطم لا شك فاطم بضعته ريحانته ابنته حبيبته التي كان ربما ينحني فيقبل يدها ليش بتكون فاطمة؟ السائل يقول قلت لها أنا سألت منو كان احب اليه من الرجال مو من النساء فقالت بعلها ان كنت تسالني عن احب الناس الى رسول الله من النساء فهي فاطمه وان كنت تسالني من الرجال فهو بعله زوجه علي بن ابي طالب هذه السيده الجليله العظيمه محور اهل البيت رفع الله شانها عظم الله قدرها لكن اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم مع الأسف أنت لو تمشي بالشارع تسأل عنها لا أحد يعرف عنها شيء. امشي بالشارع اسأل الناس اطلب منهم كل واحد خليه يتحدث سطرين عن فاطمة الزهراء أغلب الناس ما يعرف شيء. ليش؟ لأن لم يسمع عنها في المدرسة لم يسمع عنها في البيت، لم يسمع عنها في المساجد، لم يسمع، احنا نعرف نحن ببركات هذه المجالس وأيام الفاطمية والحسينيات احنا نعم نعرف عن أهل البيت كثيرا. يقول آخر جملة أختم بها حديثي. يقول عباس محمود العقاد الكاتب المصري المشهور يقول كلمه ثمينه يقول تعرف تحب تعرف قدر فاطمه الزهراء؟ خليك من الاحاديث والنصوص والروايات هذه خليها لا رفعت درجتها مقامها سمو مقامها يقول الدول الدول في العالم، في العالم العربي وغير العربي والإسلامي وغير الإسلامي، الدول أيها الأخوة تقوم على اسم الآباء. يعني الدولة العباسية ليش سميت العباسية؟ نسبة إلى العباس جدهم، ابن عبد المطلب. الأموية ليش سميت أموية؟ نسبة إلى أمية جدهم. والساسانية والأيوبية والطولونية والكذائية، كل الدول تنسب إلى الآباء. ما عنده واحد أم جدة عظيمة جليلة القدر رفيعة الشأن يقدر ينسب إليها دولة إلا أبناء فاطمة لما أسسوا دولة نسبوها إلى أمهم فاطمة سموها الدولة الفاطمية لأن بس هذول عندهم أم في تاريخ البشر مو في تاريخ الإسلام في تاريخ البشرية هؤلاء وحدهم عندهم ام لا شبيه لها لا شبيهه لها هي البتول وما احلى اسمها بفمي هي الزكيه بنت المصطفى طه الله شرفها والله طهرها والله عظمها والله زكاها والله زوجها والله اصدقها وخطبه العقد فوق العرش القاها ان اقبل الصبح صامت عن لذائذها او عسعس الليل قامت في مصلاها اذا اقامت صلاه باسم بارئها اوحى الى ملك امرا فناداها يا بنت احمد ان الله طهرك ثم اصطفاك علا اعظم بذاجاها أنى لمثلي أن يحصي ماثرها وكيف لي شرح نبذ من سجاياها هذه شريعة جود ساغ منهلها من جاءها عاطشا يحظى برياها هذه شفيعة يوم الحشر سيدة النسوان قد فاز من بالقلب والاها هذه سليلة بيت الوحي فاطمة طوبى لشيعتها تبا لاعداها لكن النتيجه كيف كانت النتيجه يقول جرعاها من بعد والدها الغيظ مرارا فبئس ما جرعاها ام من بنت من حليله من ويل لمن سن ظلمها واذاها يقول حفيدها الامام الصادق ما زالت بعد أبيها وهي معصبة الرأس حليفة الفراش نحيفة الجسم يغشى عليها ساعة بعد ساعة إلى أن حضرتها الوفاة اغتسلت ولبست أطهر ثيابها قالت يا أسماء أسماء بنت عمي استخدمها في البيت قالت يا أسماء أنا أدخل الحجرة أقرأ القرآن أصلي ما دام تسمعين صوتي فبها والا فاعلمي اني ميت فهذا اخر يوم من حياتي دخلت تقول اسمع اسمع صوتها صوتها العذب بتلاوه القران والصلاه واذا بها انقطع صوتها اقبلت اليها ناديتها يا بنت رسول الله فلم تجبني يا ام الحسن والحسين فلم تجبني صرت في حيرة وإذا بالحسنين دخلا قالا يا أسمع أين أمنا قلت سيدي إن أمكما نائمة فتوجه إلى حجرتها دخل الحجرة وإذا بأمهما نائمة ممددة في لعلها كانت في غشوة جعل الحسن يقول يا أماه كلميني فأنا ولدك الحسن ويقول الحسين يا اماه كلميني فانا ولدك الحسين كلميني قبل ان تنشق مرارتي وتخرج روحي قالت اسماء انهضتهما قلت سيدي اذهبا الى المسجد واخبرا اباكما ذهبا مسرعين مهرولين دخلا مسجد رسول الله وهما يبكيان استقبلهما الصحابة قالوا ما يبكيكما يا بني رسول الله أتبكيان لفراق جدكما قالا لا وإن عز علينا فراقه ولكن أوليس قد ماتت أمنا فاطمة سمع أمير المؤمنين بهذا الخبر قام مسرعا مهرولا إلى الدار دخل حجره فاطمه ضم راسها الى صدره فتحت عينها وجدت راسها على صدر امير المؤمنين سيدتي انت راسك على صدر امير المؤمنين انما راس ولدك الحسين كان على التراب قالت يا ابا الحسن ما عهدتني كاذبه ولا خائنه ولا خالفتك منذ عاشرتني قال اعوذ بالله ان اوبخك بمخالفتي جعلت توصي وصاياها ثم قضت نحبها طيب الناس سمعوا بالخبر اجتمعوا لتشييع فاطمه فخرج اليهم ابو ذر الغفاري رضوان الله عليه قال ارجعوا لقد تاخر تشييع فاطمه فالناس صوروا أن التشيع راح يصير غدا وكان أمير المؤمنين يريد أن ينفذ الوصية يدفنها بالليل فلما مضى من الليل شطره تقول أسمع وضعها أمير المؤمنين على المغتسل بين أنا بين علي يغسلها وأنا أصب الماء إذ وقف جانبا يبكي قلت ما يبكيك يا أبا الحسين أتبكي لفراق فاطمة قال لا وإن عز علي فراقها ولكن يا أسماء بين أنا أغسلها وإذا أرى ضلعها مكسورة غسلها حنطها بفاضل حنوط ابيها رسول الله كفنها قال علي ولما هممت بان اعقد ازرار الكفن ناديت يا حسين يا حسين يا زينب ويا ام كلثوم هل أم وتزوجوا من امكم فهذا الفراق واللقاء مع جدكم في الجنه اقبل الحسنان انحنيا على امهما وهما يقولان يا ام الحسن ويا ام الحسين اذا لقيت جدنا فاقرئيه عنا السلام وقولي انا اصبحنا بعدك يتيمين غريبين منكسرين قال علي اشهد الله انها حنت وانت ومدت يديها من الكفن وضمتهما الى صدرها مليا، وإذا بهاتف من السماء ينادي: يا علي، يا علي، يا علي، ارفعهما فلقد والله أبكي يا ملائكة السماء، واشتاق الحبيب الى حبيبي تالي هل وزاد اهم وهي جايا الغمي وارخص غالي دموعي واجرى من الجفين دمي يوم الزهراء الزهره اخلوا عالنبي عمي صاح الرجس يا قنفذ ولك بالصوت رايد ليها رد رأي ليها وروعها ولوعها وهي تنادي لفرع واشتكي لله بكل اللي على سادي فقضت فاطم وفي الجم منها أثر للسياق من أعداها نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز لدل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وال محمد اللهم بفاطمه وابيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اخواني عند مرضى كثر يوصون بالدعاء لشفائهم وقضاء حوائجكم نقرا الايه الشريفه بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربي واتوب اليه أما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما 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 يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم اشف مرضانا اشف أمراضنا المريض المنظور المرضى المنظورين من عليهم بالشفاء والعافية اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح المؤمنين والمؤمنات خاصه الى روح سيدنا اية الله الفقيد اية الله العظمى الفقيد السيد الشيرازي والى روح اخيه ونجله ومن مضى من اهل هذا البيت نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات الله أكبر الله أكبر أشهد أن